من نفترض ان عندي مجموعه ميوتشوال اكسكلوسيف ايفنتس بدنا نعرف الميوتشوال اكسكلوسيف وكمان في كلمه ثانيه اكزوستيف هلا راح اشرح ايش يعني ميوتشوال اكسكلوسيف واكزوستيف لو عندي كل الفن دايجرام مقسم المجموعه من الايفنتس وراح اسميهم بي 1 بي 2 بي 3 وهذا راح اسميه بي 1 وهذا راح اسميه بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 6 7 ايش بنقدر نقول عن هدول الايفنتس من بي 1 لبي 7 لبي 9 عفوا مش متساويين مش متساويين ماشي اوكي الايرج مش متساوي ايش كمان ميوتشوال اكسكلوسيف شو يعني انه اذا صار بي 1 مستحيل يصير بي 9 اوكي طيب ايش مجموع البروبابيلتيز تبعت بي بي 1 زائد بي بي 2 لبي بي 9 لازم يكون احتمال انه يصير يصير واحد منهم يعني probability of A أو B1 أو B2 أو B3 واحد لازم يصير واحد منهم بس كمان بنقول انهم exhaustive exhaustive لأنه مجموعة واحد هل في events تانية ممكن تصير؟ لازم يصير واحد من هدول التسعة هدول بنسميهم mutually exclusive and exhaustive خليني أخذ مثال لو أنا عندي بجيب المادة الخام تبعتي بجيب المادة الخام من تسع suppliers خلينا نفترض اني بشتري مثلا لمبات نفس تصميم اللمبه اعطيت تصميم اللمبه هذا لمجموعه شركات التسع شركات قالوا كلهم احنا بنقدر نصنع لك اللمبه هذه بنفس المواصفات بس ما راح تكون الكواليتي تبعتها نفس الشيء فانا نفترض انه بشتري انا مثلا بشتري 10% من اللمبات هون خليني اخفف عددهم عشان نسهل المثال خليني افترض انه عندي تسع شركات خلينا ناخذ هاي واحده هاي تنتين هاي ثلاثة هاي أربعة حسمي هاي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 خلينا أفترض إنه بي 1 هي 0.5 بي 2 مثلا 0.3 بي 4 أو هاي خليها 0.15 0.1 شو ضل عندي 0.25 هاي بتصير 0.1 أوكي فـ10% من اللمبات بشتريهم من الشركة بي 3 15% بشتريهم من بي 2 25% بشتريهم من بي 4 و 50% بشتريهم بي 1 لو انا رحت على كومه اللمبات الموجوده عندي اللي بصنع منها وطلبت لمبه ايش بقدر اقول عنها لازم تكون من وين من واحده من الشركات الاربعه ما فيش بتصيرش تكون من شركه خامسه مش موجوده هون مزبوط اذا لازم تكون من واحده من الشركات هذول شو احتمال هاي اللمبه اجت من الشركه الاولى 50% 25 10% 15 مزبوط طيب هلا هون ببدا بسال السؤال بقدر ابدا اسال اسئله مختلفه لما اجيت اطلعت على البرفورمانس الاداء تبع هذول الشركات اللي هي انها تنحرق اللمبه او تخرب وجدته مش متساوي فوجدنا مثلا خليني اخذ بعض ارقام من هون فعندي مثلا وجدت انه probability of هلا هون الهايبوثيسيس الهايبوثيسيس هون انها تصير failure وعندي هون الايفيدنس هو انها اجت من الاول او الثاني او الثالث او الرابع probability failure given انها اجت من الشركه الاولى بتساوي 0.03 او 3% probability of failure given انها اجت من بي 2 بتساوي 5% probability of failure given بي 3 10% 0.1 probability of failure given هنا اجت من بي 4 تساوي 1% هي 0.0 تمام مين الفيلير تبعه اعلى شيء؟ هاي الشركه لسبب معين انا لسه بشتري منه في اسباب رح ممكن في اسباب كويسه انه ليش انا بشتري من هذا وبشتريش من هذا هلا الاحتمال ان اللمبه تفشل عندي مش انا بهمني هلا انا كمزود مش انا بعمل هدول بحطهم في البروجيكترز وببيعهم ايش احد الاسئله اللي لازم رئيس صاحب الشركه يسال نفسه ايش في سؤال مهم لازم تتسال نفسك لما تبيع الهاي للزباين تبعونك؟ ماشي هاي احد الاشياء بس في شيء مهم بيعتمد على البرودكت اللي ببيعه. كواليتي ايش هو؟ الكواليتي شو الكواليتي؟ ايش احتمال انه اللمبه تفشل لما بطلعها؟ انا بعت برودكت ايش احتمال انه هاي اللمبه تفشل في هذا البرودكت؟ مش هذا سؤال وجيه؟ اساله لنفسي مزبوط؟ على ايش بيعتمد هذا؟ بيعتمد على النسب اللي بشتري فيهم هدول اللمبات من هون وبعد بتعتمد على probability of failure اقول واحده من اللمبات.
خلينا نحطها لهدول. انا هون بي 1 بدي اغير بس البروبابيلتيز اللي موجوده هون. فعندي probability of B1 10%, فعندي في واحدة منهم 50% راح تكون هون اللي هي probability of B3 50%, وبعدين عندي probability of B2 0.2, فخلينا أحط هلا 0.2, 0.1 وال 0.2, 0.2 هم B2 و B4. بعدين عندي هون هاي, إذا أنا بشتري 50% من الشركة الثالثة, 20% من الشركة الثانية, 20% من الشركة الرابعة, و 10% من الشركة الأولى. ولما جيت اطلعت على الفيلير ريت درستهم بعد فترة, وجدت إنه احتمال يصير في عندي فيلير في اللمبة. إذا كان اللمبة جاي من بي 1 احتمالها تفشل 3%, من بي 2 5%, 10%, 1%. باجي بسأل هلا هون السؤال, هذا مختلف عن بيز لو طبعا, هذا شيء تطبيق ثاني, بس هلا بنشوف أهميته. بيجي بسأل نفسي هلا هون إيش probability of, شو بده يكون هلا؟ كيف راح يزيد probability of failure؟ كل ما كان هاي الشركة بجيب منها أكثر, مش راح يصير الرقم تبعها راح يصير هو مسيطر أكثر, مزبوط؟ فكل ما كانت هذه بي 3 أعلى, طلعوا للأسف هون إنه بي 3 عندي هون 50% وهون أعلى failure rate. فبصير عندي هلا probability of failure given بي 1, probability of بي 1 زائد probability of failure given بي 2 في probability of بي 2 زائد probability of failure given B3 في probability of B3 زائد probability of failure given B4 في probability of B4. مزبوط هيك واضح؟ أنا عمالي بقول كل ما هو زاد النسبة اللي بشتريه من شركة رح يرتفع هذا الرقم, ورح يؤدي إنه هذه هي الكمية اللي بتفشل من هاي الشركة. هذا راح يعطيني probability of failure بشكل عام للبلبس البرودكت اللي أنا ببيعه. ناخذ probability of failure of B1 قديش؟ 3%. وإذا كانت اللمبة من B1 إيش احتمالها تفشل؟ عفوا آسف. مضبوط probability of failure. هلا قديش نسبة اللي بشتريها أنا من B3؟ 0.1. عفوا من B1 عفوا 0.1 زائد probability of failure given B2 0.05. وقديش نسبة B2 0.2 زائد probability of failure given B3 0.1 ونسبة B1 0.1 وآخر إشي probability of failure given B4 0.3 في 0.1 زائد 0.05 في 0.2 زائد 0.1 في 0.5, مش هيك قصدك هاي؟ وبعدين آخر إشي عندي هاي هون 0.2 مضروبة في 0.0, بطلع عندي probability of failure النهائية 6.5%. كيف ممكن أحسن هاي النسبة؟ أنزلها يا إما بضغط على السبلاير اللي عمالي بشتري منه أكبر إشي إنه نزل الفيلير تبعته, او بقرر اني اخفف منه وازيد من الثاني. بس طبعا في امبليكيشن ثانيه بتكون بالنسبه للاسعار واشياء اخرى. هذا عباره عن زي كانه ويتد افريج. هلا احنا اللي عملناه هون كانه اجينا اخذنا هاي, في عندي هون probability of failure, هاي هون probability of failure, هاي probability of F, وهذول هم السبلايرز المختلفين. ماشي, يلا اعطيكم العافيه.